بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم صديقي العزيز. اكتر حاجه بحبها في اداره الترجي انها تفضل صبر على المدرب، صبر على المدرب، صبر على المدرب، وهوبا سلمه للجمهور. ايه بجد والله؟ ايوه يا باشا. وده حصل مع معين الشعباني وحصل مع كابتن طارق ثابت. حصل مع معين الشعباني وقرروا ان هم ياكلوا معين الشعباني في توقيت محدش فاهم اصلا هم مشوا معين الشعباني ليه، وقال لك اصل معين استقال وقرر ان هو مش عايز يكمل. ودلوقتي بينزلوا على الصفحه الرسميه للترجي ان كابتن طارق ثابت لا مؤاخذه يعني طلب التخلي عن منصبه. طلب التخلي عن منصبه اللي هو مدير فني الفريق. معلش هو مش كابتن طارق كمدرب مؤقت؟ اسكت، ما احنا ثبتناه. طب ثبتوه امتى؟ معلش يعني ثبتناه بعد ماتش اتحاد المنصوره اللي هو كسب فيه، لا ولا ثبتناه بعد وصوله لدور نص النهائي في بطوله زي السوبر ليج؟ لا معلش ما تسالش في الحاجات دي، احنا ثبتنا كابتن طارق ثابت يا سيدي واحنا مبسوطين بكابتن طارق. براحتك يا سيدي، بس ما لقيناش في فكره جديده اتقدمت، ما لقيناش في اي حاجه اتغيرت، ما لقيناش في بذره امل اتعطت. لقينا مدرب تونسي كلاسيك بيطلع في الماتشات اللي بره يخاف وبيطلع في الماتشات اللي بره يقفل وخلاص، جبرت على كده. طب بالنسبه للافكار الفنيه بقى، الفرقه ما جابتش حاجه خالص. هي الافكار الفنيه الراجل ساعات بيصعب ماتشات نوعا ما بتكون سهله، وبيعقرب ماتشات نوعا ما الدنيا بالنسبه لها بتكون اسهل من كده بكتير. يعني كابتن طارق ثابت اتعمل عليه جيم تكتيكي من امام كابتن عادل رمزي، متخيل الدنيا بالنسبه لكابتن طارق ثابت عامله ازاي؟ اتعمل عليه جيم تكتيكي في تونس من كابتن عادل رمزي، واتعمل عليه جيم تكتيكي من فلون ايبنجي في الهلال السوداني. فانت بتتكلم ان كابتن طارق ثابت لا مؤاخذه يعني اللي اختاره في المكان ده ظلمه، ودي حقيقه. بس كابتن طارق ثابت بعد ماتش الهلال قرر ان هو يطلع بالتصريحات، ودي اعتقد ان هي القشه اللي كسبت ظهر البعير، اللي هو قال لك فريق الهلال فريق كبير يا جماعه، ده كان ما بينه وما بين ان هو خرج الاهلي السنه اللي فاتت يعني لحظات بسيطه، اللي هو معلش تعالى انت بتقول ايه؟ بتقولي يعني احنا عاملين ماتش زي الزفت ومغلوبين ثلاثه، وانت طالع تقول لي اصل فريق الهلال فريق كويس وسكان هيطلع الاهلي، انت بتعمل ايه يا عمنا؟ وفي حمله بنت لازمه شرسه من جمهور الترجي حصلت على كابتن طارق ثابت، وجمهور الترجي دخل الاسوع، والدنيا بالنسبه لكابتن طارق ثابت بقت من 60 نيله. فايه اللي حصل؟ يقول لك كابتن طارق ثابت طلب التخلي عن منصبه. لا الراجل بسم الله ما شاء الله شكله بيتحمل الضغوط، يعني كشكل كابتن طارق ثابت بيتحمل الضغوط، اللي هو لا معلش راجل مدرب محترم واحنا هيكمل معانا لحد ماتش بترو اتلتيكو اللي جاي. الراجل هيدير ماتش النهارده اللي كان بيلعب فيه فريق الترجي قدام مستقبل مرسى، وهيدير مباراه بيترو اتلتيكو. طب لو خسرنا ماتش بيترو اتلتيكو لا يبقى الموسم اتضرب، يعني كابتن طارق ثابت هيكون طلعك من دوري ابطال افريقيا وهيكون دمرك في قصه السوبر ليج. لا معلش يا جدع قول حاجه غير كده، حتى لو خسرنا لا قدر الله قدام بيترو اتلتيكو برضه المجموعه في المتناول. بص هو المجموعه في المتناول انا ما اضحكش عليك، بس اللي بتعمله اداره الترجي هو اللي مش مفهوم. طب لماذا لو ربح كابتن طارق ثابت مباراه بيترو؟ الاداره هتاخد قرار ان هي تكمل مع كابتن طارق. ما هي الاداره عطت لك بيان مفتوح اللي هو كابتن طارق ثابت عايز يمشي. طب وانتوا يا شباب اداره يعني رايكم ايه؟ والله احنا لسه ما عطيناش راينا كاداره، يعني احنا كاداره ممكن نكمل مع كابتن طارق لو كسب ماتش بيترو. يا جدع كلاسيكيات، انا حاسس ان الحاجات دي ديجافو، انا شفتها قبل كده كتير في الاهلي عندنا، اللي هو جو انه مدير فني نوعا ما تحس كده ان الضغوط عاليه عليه فتيجي مسلمه للجمهور، وبعد ما تسلمه للجمهور تقول احنا الراجل عايز يمشي، ولو الراجل كسب الماتشين يقعد. حاجه كده بالظبط زي اللي بيحصل مع كابتن معتمد جمال في نادي الزمالك، الراجل كسب له ماتشين ثلاثه اربعه قال لك نكمل بكابتن معتمد، يا اخوانا الراجل ابن النادي وشغال زي الفل. فاللي بيحصل في الترجي حاسس ان انا شفته قبل كده. ولكن السؤال المهم، ماذا لو فاز طارق ثابت مع فريق الترجي في ماتشين بتوع اتلتيكو؟ وهل الترجي اللي كان عنده مشاكل ماليه في التعاقد مع مدربين نظرا لارتفاع اجورهم هو نفس الترجي اللي ما عداش اي فتره من الزمن وخد فلوس فيها كتير، بس هم خدوا فلوس من السوبر ليج؟ صح ما خدوا فلوس من السوبر ليج، بس الغريب ان هم وقتها ما غيروش طارق ثابت. فايه اللي هيكون اتغير من الشهرين دول اللي مسك فيهم كابتن طارق ثابت؟ هل هتكون اجور المدربين نزلت؟ بصراحه مش عارف، بس اللي انا عارفه ان اداره الترجي بتعك كتير في موضوع المدربين، بتعك في اختيارها رضا الجعايدي، وبتعك في اختيارها لمعين الشعباني في اسوء فتره ليه، وبتعك في الاستمرار مع نبيل معلول في اسوء فتره ليه، وبتعك في الاستمرار مع كابتن طارق ثابت. كل اللي هم بيعملوه في حوار المدربين بيبوظ كل اللي هم بيعملوه في حوار التعاقدات، تروح تعمل تعاقدات وتستخسر الطبخه كلها تبوظها على الملح. وهي دي وجهه نظر عن قصه كابتن طارق ثابت ورحيل كابتن طارق ثابت. شايف ان جمهور الترجي عمل حمله ضخمه قوي على طارق ثابت بعد ماتش الهلال السوداني، وبصراحه حقهم، لان الفرقه دي ضيعت من ضاع عليها ماتش زي ماتش الهلال، وضاع عليها قبل كده ماتش زي ماتش الوداد، كل ده بسبب مدربين واقفين على الخط خايفين ومرعوبين، وهم كابتن طارق ثابت مع احترامي الشديد ليه. فانت بتتكلم على كابتن طارق ثابت حمله كبيره اتعملت عليه من الجمهور، اداره النادي قررت انها تلبسه، ودلوقتي محدش عارف ماذا لو في طارق ثابت فاز على بيترو اتلتيكو.
اضمن لك بال10 دول ان طارق ثابت هيكمل في الترجي والاداره هترفض طلب كابتن طارق ثابت. وبعدين هو في حد عايز يستقيل عشان خاطر عايز يرجع مكانه كمدير رياضي؟ غريبه شويه. بس يلا على نفسك مصدق.